السلام عليكم إخواني أخواتي حبايبي، مهندس سيد فرح معكم، بطل المملكة فيزيك فوق 182 سنتي. في سؤال كثير قاعد يجيني، طيب أنت بتضلك يا سيد تحكي قلل السكر وقلل النشويات، طيب إيش نأكل؟ إيش الأكل؟ والآن أجاوبكم، بس قبل أنا قاعد أجرب هذه السماعة على السبيكر، فقولوا لي لو سمحتوا في صوت طالع، صوت كويس صوت مش كويس. أخوي رائد ويك مساء الخير، يسعد مساك حبيب، قل لي كيف الصوت، في صوت، صوت كويس؟ فاعتبروه تجربة صوت. طيب خليني أفترض إنكم سامعيني، وهذا البث فقط على الفيسبوك الآن. أحمد علي يسعد مساك حبيبي، قول لي كيف الصوت، الصوت كويس؟ طيب خلينا نحكي الآن كيف تخفف السكريات والنشويات، وإيش الهدف من هذا الموضوع يا إخوان؟ الهدف من الموضوع عشان تقدر تغير تركيبة جسمك. إيش اللي بيصير؟ في ناس من الطفولة، وفي ناس بعد عمر معين، يعني توصل عمر 25 عمر 30، جسمك، طبيعة جسمك تختلف، تصير نفس الأكل، نفس طبيعة الأكل تأكله، حتى لو نشاطاتك نفس الإشي، تمشي نفس المسافة كل يوم، الجسم سبحان الله يتغير، تصفي شغلة توزيع المغذيات اللي هي نفسها يقول عنها حساسية الإنسولين أو حساسية الخلايا الإنسولين، تصير الأكل اللي تأكله نفسه، بدل ما إنه يتوزع يروح بالطريقة المثالية، يروح على العضلات مثلا، لا بصير يتوزع يروح على مناطق الكرش، وبيعبي الكبد كمان دهون، وهذا سببه يعني الحمد لله انه اكتشفنا انه لما يكون الانسولين واطي هذه الشغلة ما بتصير. ايش اكثر اشي يرفع الانسولين؟ السكريات والنشويات، عشان هيك بدنا نقلل. طب ايش تاكل؟ ايش تاكل مثلا الصبح؟ لو تقليلك 4-5 بيضات حسب حجمك، يعني البنات مثلا بيضتين او ثلاثة، بس خليها بيضة كاملة مع الصفاري. اخوان هذا الصفاري كثير مهم وما تخافوا منه، يعني هاي قصة اللي انه الكوليسترول مضر. طبعا انا ما تاخذ كلامي، اعتبرني عم بعطيك اشي ترفيهي، دائما استشير طبيبك، بس بقول لك انا هذا كله علم قديم. العلم الجديد بقول لك شغلات زي الكوليسترول، الكوليسترول مادة بناء، يعني جسم اذا انت خصوصا قاعد تتدرب وتلعب رياض، انت انسان رياضي او انك بتمارس تمارين مقاومة عنيفة مثلا 4-5 مرات في اليوم، لا يعني جسمك ما يقدر يكون ما يكفي من الكوليسترول، لازم تاخذ كوليسترول من مصادر خارجية، مثلا من اجبان كاملة الدسم او من صفار بيض، يعني جسمك يحتاجها مادة بناء، مادة اصلاح. فما تخاف من الكوليسترول، طول ما انه السكريات والنشويات قليلة لا تخاف من الكوليسترول، والدهون المشبع كمان المفروض انك ما تخاف منها، هيك العلم الجديد. بالنسبة للدهون المضرة هي زيوت القلي، هاي اسوأ اشي يا اخوان، سيئة جدا، جد بتدمر صحتك، يعني الزيوت النباتية هاي لانها سهلة الاكسدة، لانها بولي انساتشريتد، يعني متعددة عدم الإشباع، فهي بسهولة بتتأكسد، تقلب لسموم، جد بتضر جسمك، يعني أجسامنا ما بتعرف كيف تتعامل معها. وطبعا عندك الزيوت المهدرجة، هاي أكيد بالتأكيد ابعد عنها، اللي هي الزيوت النباتية اللي بحاولوا يحولوها لحالة الصلابة، هذه سيئة جدا، ابعد عنها بأي طريقة، ابعد عنها. فخلينا على الصبح، هيا قليت البيض، بدك تدخل كربوهيدرات، شوي لك حبة بطاطا يا معلم بالمايكروويف، اضرب حبة البطاطا بالشوك، يخزقها كم من خزق، وزدها بالمايكروويف 5-6 دقائق حسب حجمها انها تستوي. هاي اخذت مصدر كربوهيدرات ممتاز وبيشبع، البطاطا بتشبع على عكس الخبز، وكمان مليئة بالبوتاسيوم اللي هي شغلة ضرورية جدا عشان عمليات الايض للكربوهيدرات والبروتين، فالبوتاسيوم كثير ضروري. إذا بدك تروح يوم لو كارب، يوم كربوهيدرات منخفضة، شيل حبة البطاطا، وإذا بتحب هذا الهليون الأسبرغوس هذا كويس،
هذا كمان نفس الاشي، خذ لك ثلاث حبات قطعه حطه بالمايكرويف ثلاث دقائق خليه ينشف شوي، وهذا مصدر بوتاسيوم ممتاز. وهيك رحت يعني تقريبا كربوهيدرات صفر هذه الوجبة، واخذت البوتاسيوم واخذت البروتين واخذت الدهون المشبعة الجيدة واخذت كوليسترول كمان عشان عمليات البناء في الجسم والإصلاح إصلاح العضلات. طيب بعدها انت حر هسا كيف وقتك، بدك تلعب الآن تمرين، بدك تلعب تمرينك يعني بعد دوامك الساعة 5:30 6 اللي بيقول لك لازم تأكل وجبة قبل التمرين ولازم يكون في كربوهيدرات بالسيستم، هذا يعني ما تزعلوا مني، إنسان مش ما عنده تجربة يعني بيقرأ وبيفتي، يعني غالبية الناس يفضل إنه ما يكون يعني يكون الإنسولين منخفض قبل التمرين، لأنك أنت الكربوهيدرات تأكلها قبل التمرين ما راح تستفيد منها إشي، لأن عملية تحويل الكربوهيدرات لجلايكوجين في العضلات هاي تأخذ وقت، هاي الشغلة ما تصير إنك أكلت وجبة والله العضلة تسحب من الدم مباشرة طاقة، هذا كلام فاضي، هذا كلام مش علمي. فعشان هيك يفضل لا قبل التمرين ما تأخذ إشي، يعني أنا عن نفسي والله سكوب هالكرياتين قبل التمرين فقط لا غير، وباخذ أرجينين اللي هي بتحسن البومب وفقط لا غير. وجبتي الرئيسية يكون بعد التمرين، هيك يكون انت عندك هرمون النمو ماشي. انا في عمري 47 سنة مش حيرتفع حد ارتفاع زي لما كنت في العشرينات، لكن برضو استفيد منه. وتأكل وجبتك الرئيسية بعد التمرين. الان بدك تأخذ شغلات مكملات مثل الواي مثل البي سي اي اي، الان هاي كلها مفيدة لك في المرحلة اللي بدك ترفع فيها الانسولين بعد التمرين، تمام؟ فإذا أنت في النادي ما بتلعب في البيت، يعني ما عندك أوكي تجهيزات البدائية، لكن أنا حاليا بلعب في البيت، إذا بتلعب في النادي خذ معك هذا الشيكر، حط فيه سكوب أو سكوب ونص أو سكوبين حسب حجمك، واي آيزوليتر، ابعد عن الماس جينر هاي السوالف بعملكم عنها فيديو. هاي يا إخوان أنا في صديق لإلي راح أعرفكم عليه، هاي شغلات الماس جينر جبت له سكر من النوع الأول بربط له البنكرياس، فابعد عن هاي الماس جينر. يعني حبايبي اللي بيبيعوا مكملات هاي الشغلات بطلوا بيعوا منها لأنها مش كويسة، فخليك على الواي آيزوليت لحاله أو أنواع البروتينات الثانية الخالية من الكربوهيدرات. بإمكانك تحط معها زيت جوز هند معلقتين، هاي عبارة عن تبدأ عمليات الإصلاح بالجسم. متذكرين خذ معها المكملات الآن، يا إما مالتي فيتامين كويس أنت يعني فيتامينات ومعادن حبة شغلة كويسة، يا إما خذهم متفرقات زي ما أنا بعمل. المهم أنك تأخذ الزنك وتأخذ السيلينيوم وتأخذ فيتامين سي وتأخذ عائلة فيتامين بي مع بعض، هذول وهذول هم الأربعة فعليا الأساسيات بعد التمرين عشان تبدأ عمليات الإصلاح، تطلع من مرحلة الهدم لمرحلة الإصلاح، تمام؟ لراسك أكثر شوي خذ لك شوية جلوتامين. الجلوتامين يا إخوان كثير كويس وغالبية الناس مش فاهمته. الجلوتامين اللي أنت تأخذه هذا ما يوصل العضلة تعرف، لكن مع ذلك مفيد. طيب ايش السر في الموضوع؟ السر في الموضوع انه هذا الجلوتامين يتم تصنيعه داخل العضلات، تمام؟ والهدف الرئيسي تبعه هي خلايا الامعاء، يعني العضلة تصنعه عشان خلايا الامعاء. فالان لما ينزل تركيزه في الدم يجي اشارة للعضلات انه في نقص، فانه يصنع بزيادة، تمام؟ لان انت لما تاخذه بعد التمرين يوصل للأمعاء فالأمعاء تأخذ حاجتها، فيكون التركيز عالي في الدم، تمام؟ وهيك العضلة ما تضيع طاقة وما تضيع من الأحماض الأمينية اللي بتوصلها لتصنيع الجلوتامين، فهمت كيف؟ وهذا يساعد بطريقة غير مباشرة على بناء العضلات. فهذا سر الجلوتامين. اليوم بدي ألعب تمرين ظهر في البيت. أنا إخوان صدقا يعني من بعد ما رجعت من مصر من البطولة العربية ما لعبت أي تمرين في النادي بعد. إن شاء الله بدي أروح أسجل في نادي همر في الرابية عند جاري وحبيبي سعد الإمام،
يعني وش بدي احسن من هيك؟ النادي ممتاز، كلها ماكينات هامر اللي هي تشعر انه فعليا في مهندسين فهمانين صمموها، ماكينات هامر ممتازه هي وسايبكس، يعني واحد واثنين بدون ما تحدد ايش الترتيب، لانه تشعر في فكر وراها. فرح ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم بدي اسجل في هامر، وان شاء الله اني استفيد كويس هاي الفتره، اني فاتح يعني سعرات كويس، و يعني خلص مش ناوي الخطة اني مش يعني كانت الخطة اني اروح على بطولة عمان، وكان في بطولة المملكة، مشكلة اثنين رح يجوا مع بعض كثير قراب من بعض، وانا جسمي شوي منهك، يعني واحد لازم 47 بغض النظر عن السكر او لا، بس 47 غير 25، واحد يحترم عمره يحترم، يعني ما بقدر اجهز مرتين بخلال فترة قصيرة. فبس يعني صرت سألكم 10 مرات على الصوت، ما بعرف يعني ليش ما حد جاوب، كل حال في صوت في ما في صوت ما في، وعلى راسي حبايبي حبيت أمس عليكم، يعطيكم العافية، هندسة العضلات.